هيثم مين؟ هات لي هيثم. فين هيثم بقى اللي هو اصلا جايب مش هيجي لك؟ بقول لك ايه؟ طب دقيقة واحدة اقعدي وخلاص. وبتتحاسب فيك ليه؟ اتحاسبين فيا؟ انا مش قاعدة كده وخلاص. طب ما بحبش حد يتعامل معايا كده. ممكن انا اخليها لك اخر حلقة. ما هي ان شاء الله على يدك. لا يا ايه؟ هتبقى على يدك اخر حلقة، هي دي حلقة. ما انا ممكن اشيل الترابيزه دي اروح دبها لك على دماغك واخليها لك اخر حلقه في الدنيا كلها على فكره. اهدي خالص كده، ممكن نخلينا في الحلقه استاذ مريم. اتكلمي معايا باسلوب كويس، ما بحبش حد يكلمني كده وما ترفعليش عينك كده. على فكره انا مفيش مشاكل بيني وبينك شخصيه يا حبيبتي. انت اللي قعدت كويس اول ما دخلتي. انا مشكلتي مع الراجل اللي جنبك ده. أيوة. مش معاكي. طب خلاص ممكن نتكلم في الحلقه. تعالي قولي لي. ممكن انت بدات معايا مش كويس. انا كنت كويسه معاكي من البدايه. احنا واحنا داخلين مين الناس مش في ايه؟ ممكن استاذ مريم بعد اذنك نتكلم في الحلقه ونخلص؟ في احمد ما تلم الموضوع شويه بقى. ممكن انت تلمي نفسك بجد. انا مش عارفه اشتغل. هو انت ممكن هو انت دمرت لي حياتي زمان وهدمرها لي دلوقتي؟ اتقي ربنا. ايه زمان حلوه جبتي بقى انت الموضوع. طب احنا ممكن نخلينا تركيز في الحلقه بس. لا انا مش عارفه اركز والله العظيم. انا ما عارفه اركز. واكتر حلقه تعبت فيها من قلبي الحلقه النهارده. وربنا انتوا الاثنين انا هولع فيكم النهارده. وربنا مين دي؟ مين دي؟ والله العظيم انا ما قادره ارجع على الهوا. والله العظيم مش قادره. دمرت لها حياتها زمان. هي كنت لو سمحت. طيب يا استاذ ماما ما تستقبلش اي تليفونات. والله انا ما قادره ارد على الناس. يعني ايه زمان مش قادره ارد على حد؟ احمد مش قادره ارد على حد. انا خلاص وقف لي كل التليفونات. ايه انهي الحلقه. خليني امشي. خليني اخلص بعد اذنك. قومي حبيبتي امشي. اتفضلي. ما حدش ماسك فيك على فكره. يا جماعه في يا جماعه قاعده غصب عنها. يا جماعه انتوا لازم يعني تكملوا الحلقه. أيوة لازم لازم تكمل. هو حاج بيرد عليا ليه؟ مفيش حد هيتكلم هنا يا ماما. والله انا اللي هقول اوقف ولا داير. طب قولي مع نفسك بقى. يلا يلا. طب اقعدي. طيب مش هنقعد كل شويه الناس بتبص كده. طب ماشي هو عيد. هي دقيقه ومشي. طب هو عيدي بس. طب هو عيدي عشان هيثم ما يزعلش. بس الراجل بقاله كتير. ما انا ما يشغلنيش هيثم. انا مش هيثم. انت عارف. طب خلاص. طب عيب. نغص في الناس. طب ماشي اوعى. يا رب عدي اليوم ده. يا رب يا حبيبتي. هضربها هضربها. امسكي نفسك. هضرب. طب اوعى بس تنزل ايدك. طب اهدي. اوعى. اهدي خالص. اهدي خالص. اهدي. طب ماشي اوعى. طب اهدي خالص. طب ماشي اوعى. ممكن يا جماعه بس والله ما هقعد معاها تاني. ممكن يا استاذه مريم بعد اذنك نخلص الحلقه. حاضر يا حاضر. حاضر يا مؤمن. حاضر. لا ولا انت ولا حاضر يا مؤمن. خلاص الحلقه خلصت بالنسبه لي. انت عايز سؤالين وهنمشي. اتفضلي يا استاذه امنيه. هيثم مين؟ هات لي هيثم. فين هيثم بقى اللي هو اصلا جايب مش هيجي لك؟ بقول لك ايه؟ طب دقيقة واحدة اقعدي وخلاص. وبتتحاسبين فيك ليه؟ اتحاسبين فيا؟ أنا مش قاعدة كده وخلاص. ما بحبش حد يتعامل معايا كده. طب نقعد نفهم؟ نقعد نفهم؟ ممكن نقعد لا نفهم؟ لا. طب فهمني هنا. طب ممكن نقعد نفهم؟ فهمني هنا. طب ما لازم نقعد. طيب. طب ما هو شغال ناس. نقعد. أنا ما بحبش حد يضحك عليا. طب خلاص خلاص. أنت قلت لي جايين زفت الطين هنا مع هيثم. ما قلتليش أنت جاي واحدة تعرفها. دكتور. ما اعرفهاش يا بابا. انا ما اعرفهاش. اعرفها منين انا؟ اعرفها منين؟ ايه الاسلوب ده؟ اعرفها منين انا؟ منين وهي؟ اعرفها منين انا؟ اوعى يا احمد. طب ماشي ممكن نقعد. اوعى يا احمد. طب اقعدي ثانية. اقعدي ثانية. اقعدي ثانية بس. يعني انت هيبقى حلو يعني ما اتحسب واكسر حاجة؟ لا ما تكسريش. طب ماشي تمام عشان احنا في وسط الناس. طب احنا رجعنا كتير كده. طب احنا عشان في وسط الناس. طب احنا رجعنا كتير. احنا رجعنا كتير. لو سمحت لو سمحت لو سمحت. احنا كان زماننا خلصنا ومشينا عشان في اكرام مدين. عشان لا في ايه اقرار يعني؟ يعني مليش انا اقرارات. هات يا عم الاقرار. هو في الاقرارات هقطعه على 100 حته. طب الناس. طيب خلاص عشان الناس يا احمد. خلاص عشان الناس. طب ماشي لو سمحت. طب لو سمحت روح هدوها. ماشي غير ما يبقوا يغيروها. هم اتكلموا معاها. عايزه يا اخي هو عايز بقى. طب خلاص طبعا عشان الحاجه بتاعتي. طب خلاص بقول لك خلاص. طيب عشان ماشي. انا بقول لك انا مش هقعد. عشان خاطر انا مش هقعد. مش هتكمل. بص كده يا سلمى. طب عشان خاطري. طب عشان خاطري. بقول لك ايه؟ طب عشان خاطري. عشان خاطري. لا مش عشان خاطر حد. عشان خاطر. مش عشان خاطر حد. عشان خاطر. مش عشان خاطر حد. خاطر. طب اقعدي وانا افهمك كل حاجه. لا والله العظيم افهمك. والله افهمك. فهمني هنا. لا اقعدي. هنقعد بعيد عنها. تعالي نقعد. هنقعد بعيد. لا على فكره كل الرجاله اللي انت شايفهم دول سمعوا الحاجه وهي زعلانه. طب خلاص. طيب لا 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 مالناش دعوه بحسب المقام. مالناش دعوه بحد. مالناش دعوه بحد. طب اقعدي انا افهمك. طب نقعد. طيب نقعد عشان الكاميرا. نقعد عشان الكاميرا. نقعد عشان الكاميرا. عشان الكاميرا. انت فاهم معايا انا كده؟ لا حقك عليا. حقك عليا. طب ماشي نزل ايدك. طب اقعدي دقيقه واحده. نزل ايدك. اقعدي دقيقه واحده. اتصل باحمد يخش لي هنا. طب هقلبها لك عليها واطيها. طب اتكلم. لا لا ما تتكلميش معايا يا ماما. انا بقول لك بعد اذنك. ما تتكلميش معايا. لو كنت عايز تتكلمي معايا كنت احترمتي وجودي من الاول واتكلمي بصوت كويس. خلينا انا وانت بس مع بعض شويه هنتكلم. بس اتفضلي بعد اذنك. بعيد عن الهوا خالص. ستي بعيد عن الهوا خالص. بعيد عن الهوا خالص. بعيد عن الهوا خالص. ماشي اديني قاعده اهو.
انا عايزه اعرف بقى. تعالي يا بابا. طب اقعدي. لا 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 انا هو. طب اقعدي يا احمد. اقعدي اقعدي يا بابا. اقعدي اقعدي حبيبي. اقعدي هو ايه اقعدي 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 لو سمحت. طب اقعدي دقيقه واحده بس. طب اقعدي. هو انت بتراضيها ولا بتراضيني انا؟ يا ست انا برضيكم انتوا الاثنين. لو سمحت انا عايز اعرف فيه. يا ستي ولا طب ماشي ممكن نقعد. تعالي ممكن نقعد. اقعدي. طب اقعدي جنبي. اقعدي جنبي وانا افهمك فيه. اقعدي جنبي وانا افهمك فيه ايه؟ استاذنك الشنطه طيب تاني. طب اقعدي جنبي. يعني انتوا عاجبكم الاسلوب اللي هي بتتكلم بيه؟ حضرتك عليا اتفضلي. خلاص دقيقه خلاص. تعالي يا بابا. عشان خاطر وقت. ايه ده؟ ده انت حتى لو تعرفيه احترمي ان في شخصيه قاعده قدامك. في ايه؟ والله هتعذريني. اه ماشي. طب ماشي عايزه اعذرك. مش عايزه تقولي لي في ايه وانا اعذرك. طيب والله هتعذرني. اه مريم ممكن نخش في الحلقه بعد اي بعد اذنك. بعد اذنك. حلوه. بعد اذنك خلاص. احنا دقيقه طالعين. دقيقه مريم بعد اذنك نخش السؤالين بتوعنا كده وناخد بعدين نتوقع الله عشان احنا لسه رايحين مشوار. اه رايحين مشوار. انا عارفه قدامكم سفر وانا ستي حقك عليا. المفروض انت ست زيك زيي. يعني لما اكون مضايقه انت بحاسه زيي. حاسه بيه يا حبيبتي؟ اكيد بيه. انا مفيش مشكله بيني وبينك شخصيه عشان اجي عليك. انا اكيد مشكله. انت اسلوبك اصلا من الاول. انت لو دخلتي لوحدك انا كنت شلتك في راسي. انا ما اعرفكيش حبيبتي. تسلمي. اه وقلت لك والله مفيش بيني مشاكل بيني وبينك. معايا. اه ايه المشكله بقى اللي معاك؟ مش هعرف اتكلم دلوقتي بعد اذنك. انا هنهي الحلقه في دقيقه. دقيقه بالظبط. ماشي ممكن عليك. نستحمل بعض الدقيقه دي. احنا الثلاثه. اه احنا الثلاثه. انا مش عارفه اقول لكم ايه بجد على الوقت اللي احنا اتاخرنا فيه ده كله. بس يعني انا عارفه ان اللي احنا او اللي انا بعمله النهارده ده مش انا مش في المود خالص. ودي مش حاجه بروفيشنال. يمكن تكون اخر حلقه ليا في البرنامج النهارده. ويمكن صعبانه عليا قوي الموقف اللي حصل لي النهارده. انا ما كنتش احب اتحط فيه ابدا. سامحوني لو انا بتكلم معاكم كده. بس انا حاسه ان فرصه جات لي. معلش يا استاذ مؤمن. معلش معلش الله يخليك سيبني. انا عايزه اقول كلمه واحده وانا معتذره جدا من كل جمهوري على الهواء حتى لو اخر حلقه ليا في البرنامج. بجد معلش. بس انا عايزه اوجه رساله بسيطه جدا لكل ست ولكل بنت ولكل بنت وخصوصا يعني بنتي. بنتي اللي انا ما كنتش احب ان هي تحضر مع امها يعني موقف زي ده. انا يا جماعه عايزه اقول لكل بنت اطلعي من بيت اهلك عزيزه. اوعي اوعي في يوم من الايام ترخصي نفسك عشان خاطر راجل. اوعي في يوم من الايام يضحك عليكي باسم الحب. اوعي يتقالك ان انا يعني الكلام بتاع الرجاله اللي بيتقال اصل انا منفصل اصل انا مش مبسوط اصل انا مش عارف ايه. اوعي تصدقي الكلام ده في يوم من الايام. انا اكتر حاجه وجع قلبي النهارده اتمنى ان انتوا كلكم تعذروني بجد. انا اسفه ان بنتي اتحطت في الموقف ده. بنتي شافت ابوها لاول مره في حياتها. انا بجد انا بعتذر لها وبعتذر قدام اهلي اللي كانوا كلهم شاكين فيا. انا واحده كنت عزيزه نفس واتجوزت على سنه الله ورسوله. يمكن اللي حصل النهارده ده ربنا بعد كل السنين دي كلها جاب لي حقي النهارده وانا قاعده. انا ما اعرفش المدام ومفيش بيني وبينها اي مشكله. لكن انا كانت مشكلتي طول الوقت مع الراجل ده. انا حتى قدام الناس كلها بعتذر منك اهو من الموقف اللي حصل. بس انت ست وهتقدري اللي انا فيه كويس قوي. انا اتشتمت في شرفي واتشتمت في حياتي وحرمت وبنتي عاشت يتيمه اب وام وبسببك على فكره. بسببي انا. الحلقه دي عباره عن ايه بالظبط؟ بسببي انا. انا خلاص يا جماعه انا بعتذر على الهوا. انا مش هكمل البرنامج انهي بقى كده عشان اشوف بسببي انا ليه. الحلقه دي عباره عن ايه بالظبط؟ بسببي انا بعد ليه؟ بعد اذن حضرتك ثانيه واحده. ايه يا استاذه حبيبتي؟ شاهندة بنتي اللي بتتابع كل حلقاتي. هو ده ابوكي اللي كنت بوريه صورك. هو ده ابوكي اللي قال لامك ان هو كان هيطلق لما راح يتجوزها. ما كانش يعرف ان عنده بنوته حلوه زيك. ربنا حتى حرمه من ان هو يحضنك. حتى ما عرفتيش لو عندك اخوات ولا لا. انا بعتذر لك وبعتذر لكل جمهوري على الهوا. وهقفل الحلقه يا جماعه النهارده بشكل حقيقي زعل. وانا مضطره اقفل الحلقه دي وبجد لو ربنا كاتب لنا نصيب في حلقات ثانيه هنتقابل. شكرا. شهندة. اه هاتي شهندة. ايه شهندة دي؟ بنتها حياش دي. مش شهندة دي استاذه شهندة؟ عرفتي بقى ليه المفروض نعذر بعضك يا ستات؟ قولي لي بقى ليه. تعالي لي. تعالي عايزه اعرف ليه. اولا كلامك مش معايا انت. كلامك تعالي هنا بس كده. طب تعالي نقعد. اسكت انت يا شهندة كمان. طب هي الحلقه خلصت كده؟ اه انا قفلت خلاص الحلقه. طب خلاص احنا ممكن نمشي شهندة. طب ممكن نمشي.
بابي تعالي تعالي ما تاخدنيش حد بابي ولا هو ولا صور ولا قال لي دعوه بينا. انت تربيتي من غير اب طول عمرك. ايه ده؟ طب ممكن طب ممكن نمشي؟ طيب ايه ده؟ ممكن نمشي؟ نمشي نروح فين؟ نروح بيتنا بقى. اتكلمي. ايه ده؟ ايه ده؟ بابي ايه ده ولا اسالي يا حبيبتي؟ اسالي بالنسبه للحضن اللي انت حضنته لها ده. بص يا احمد كنت بتكلم واحده كنت بتهزر بتضحك فانا فوت. لا هنشتغل شغل جنان. لا انا اسفه. انت عارفني. نمشي طيب. طب ماشي. ايه دي؟ طب نمشي ونتكلم واحنا ماشيين. ايه دي يا جماعه؟ ما حد ياخد شان ده والنبي يا جماعه والنبي حد ياخد. اطلع يا بابا اطلع يا حبيبتي. هو ما انت فاكر الايام اللي مش دوره؟ فين هيثم اللي جاي؟ المفروض ان احنا جايين برنامج. المفروض ان احنا جايين برنامج نتكلم في حاجه مش لازم. ما كانش في جيبي جنيه. مش خايف ربنا يعمل فيا كده وربنا ينصرني بعد ما انت ظلمتني في حياتي؟ طب ايه يعني؟ هو انت كنت متجوزها طيب ولا ايه؟ عشان طب احنا كده خلاص. انا برأت نفسي قدام اهلي قدام كل الناس على الهوا. اه يا حبيبتي برأت نفسك. انت كنت متجوزه؟ احنا كده خلاص خلاص يعني؟ نمشي. هو انت كنت متجوز؟ طب نمشي ونتكلم. دي عندها قد ايه شهندة دي؟ شهندة عندها 7 سنين يا حبيبتي. اساليه. ايه ده يعني بدا بعد اتجوزي؟ انت جوزتها بعد ما انا اتجوزت؟ طب ممكن نمشي؟ اتجوزت في شقه السادات اللي عند الجمعيه الاستهلاكيه. انا ما بكدبش. انا مش انسانه كدابه. طب ممكن نمشي؟ العالم كله كدبني وربنا برأني النهارده. حد بس يشيل المايكات دي يا جماعه عشان نمشي. حتى اسالي صلاح كان عارف وايه كانت عارفه. طب نخلع المايكات ونتوكل على الله. مايكات ايه انت صلاح؟ وبحل مشاكل صلاح ورايح جاي على صلاح. انتوا بتداروا على بعض اصلا؟ هو في حد هيخلع المايكات يا جماعه؟ هو ايه اللي في حد هيخلع؟ بقول لك ايه؟ طب اهدي بس. لا 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 مش ههدى. ايه ده؟ مش هنتكلم قدام الناس. ده ايه ده بجد؟ طب مش هنتكلم قدام الناس. ده بجد؟ مش هنتكلم قدام الناس. انت اتجوزت بعد ما اتجوزتني؟ خلاص كده مريم؟ حقي وربنا جابهولي. خلاص خلصتي؟ حقي وربنا جابهولي. خلاص. لا والمصحف بجد؟ طب اهدي. والمصحف بجد؟ اهدي والمصحف بجد؟ طب اهدي طيب اهدي طيب. يعني انت لو كنت بتسافر كنتش بتسافر بقى؟ ما كنتش بتسافر لما كنت شغال على العربيه وبتسافر؟ ما كنتش بتسافر بقى؟ لا كنت بسافر. لا 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 ما كنتش بتسافر. انت كده ما كنتش بتسافر. ها هو انت كده كل ده يعني 7 سنين بتضحك عليا؟ طب خلاص. ومخلف؟ ومحمد ومكه ورودي اللي في البيت دول اقول لهم ايه؟ ما تقولهمش حاجه انا معاكوا. ايه؟ انا معاكوا. لا لا خلاص قولوا عندكوا اخت لو انت ست حقانيه. وانت 7 سنين مخلفة جاية دلوقتي تفتكريه؟ انا عايز معاك. انتوا ايه وجع القلب ده؟ ده انت كسرت قلب 2. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا احمد بجد. اه اتحاسبني يا حبيبتي اتحاسبني. طب ممكن نمشي نتكلم في بيتنا؟ لا 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 وحياة ربنا لما هعدي خطوة واحدة غير لما هتطلقني دلوقتي. وعيالك دول اقسم بالله ما هتشوفهم تاني. اقعد رب السنيورة اسمها ايه؟ شهندة. شهندة يلا طلقني. طب ماشي نتكلم. هتطلقني. هتطلقني. انا مش عايزه اشد عشان ميه ما يجيش بتاع الناس. طب ماشي نتكلم. هتطلقني. طب ماشي نتكلم. همشيش انت خالص بقى. لا هش ايه يا ستي ما تخربيش بيتك خلاص. انا حياتي اتخربت اللي كان كان. لا معلش خليهم يبقوا 2. يلا بينا بس. طب يلا بينا نتكلم واحنا ماشيين. يلا. لا انا لو طلعت بره لاخويا انت مش عارف انا ممكن اعمل فيك ايه. ماشي. طب يلا. لا هتطلقني. طب يلا طيب. لا هتطلقني دلوقتي. طب لو سمحت. يلا يلا خلص خلص. انت بتصور ايه؟ انا ممكن امسكها على فكره اروح مدرسه. بقول لك على دماغك امنيه. امنيه يلا بينا نروح. تعالي عايزاكي في حاجه بعد اذنك. لا. انت لوحدك والله. لا. العظيم عايزاكي في حاجه. لا. والله بعد اذنك عايزاكي في حاجه عشان انا مش قادره اقف. بقول لك بعد اذنك ما توقفيش. حياه ولادك يا امنيه. طب شوفي عايزه ايه. طب خلاص بقى خلاص بقى ما هي اما نروح بيتنا نتكلم. امنيه ماشي يا امنيه. دقيقه مش عايزه اشوف احمد. انا عايزه اتكلم معاك انت. اثبت انت في حته. اتفضلي اقعدي عايزه اكلمك في حاجه. اهو كلمي اهو سامعاكي. اقعدي سامعاكي. انا مش هقعد. انا عايزه اقعد اتكلم. انا سامعاكي. انا ما رضاش بخرب البيوت يا امنيه بعد اذنك. لا يا حبيبتي هو كده كده مخروب. يلا يا ستي انا عملت كده عشان خاطر بنتي. انا مش عايزه حاجه ولا منك ولا منه.
بس انا عايزه ان دي تعرف اخواتها، ان دي تصرف عليها زي ما بتصرف على اخواتها. يعني انا مثلا أب وأم جايه ان انا مفروض توافق زوجين ومش عارفه ايه، طالعين رحله وبتاع، واجي ولاجع على البيت بعيله لعيالي. عشان تعرفي انا ما كنتش متضايقه منك في الاول. انا اول ما دخلت وشفته اتقفلت من الدنيا كلها. عليك حق. انا افتكرت ايام زي الزفت عشتها بجد عشان اصرف على البنت دي. لا خفيفه خفيفه، كنت حدفتك بيها. خلص عشان اطلع امشي مع اخويا، هتطلقني دلوقتي ورحمه ابويا يا احمد هتطلقني. انت عارف انا ما بحلفش برحمه ابويا كده. يلا عشان انا بدور على حاجه هخبطك بيها، هجيب اجلك. نروح البيت نتكلم، نروح البيت نتكلم. خلص عشان اعصابي فلتت. طب نروح البيت نتكلم. يلا مش هروح البيت اتكلم انا. طب خلاص انت تقعدي تلفي في المكان. عايز تروح البيت اتكلم، اروح اجيب لك بقى اخواتك واجيب لك وحيد الكبير بتاعك، ويجي بقى اشوف انت كنت متجوز قبل كده ازاي ومتجوز. ما تدخل صلاح في الموضوع كمان، ما انت بتدخله في كل حاجه. اه صلاح. اه ممكن يا مريم بعد اذنك بقى ما تتكلميش تاني، يعني ممكن بقى احنا نتفاهم. هو انت فاكر ربنا بيسيب ده يمهل ولا يهمل يا ابني؟ يلا انجز. طب يلا بينا. مش يلا مش يلا خلاص هتطلعني دلوقتي. لا الناس. طيب لا. طب يلا بينا. طيب يلا بينا نروح. يلا بينا نروح. انت مش كنت عايز تمشي من دلوقتي من شويه؟ لا 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 انا قاعده، حبيت القعده هنا حلوه الكنبه دي. يلا يا جماعه حد يشيل لنا المايكات دي عشان نمشي لو سمحت. اشيلها مش صح المايك. تعال صح عشان اشيلها بس. يلا ماشي تعال نطلع بره اشيلها لك. طيب لا 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 هتطلقني. طب ممكن يلا. طب ممكن نهدى كده خالص؟ ممكن ممكن نهدى. بص ما تزعليش مني والله العظيم غصب عني، انت لو مكاني هتعملي اكتر من كده. احنا في وسط ناس. طب ماشي ممكن بقى اني اروح. تمام انا ممكن لو في البيت كنت كسرت الشقه كلها على دماغنا. فخلص. طب ممكن نروح بيتنا ونقعد نتكلم براحتنا؟ لا يا اخي انت بدم بارد كده، يعني انت تاخدها ايه وتروح بيتك وتسيبني انا كده بعد ما اتفضحت قدام كل الناس وعلى الهوا؟ لا يا حبيبتي سايبهولي. بعدها بنتك شو شافتك وعرفتك؟ هو هيطلعني خلاص هتسيبها تاني؟ انت عارفه انا بحبك انت. انجز. ده ايه البرود اللي انت فيه ده؟ انجز. ده انا ما شفتش كده في حياتي. لا خالص ولا هتشوف. يلا دي مواضيع قديمه 10 سنين وانا كده في الطراوه معاك في الطراوه، واقوم من مواقف واعدي واقول معلش وانت زي ما انت، وفي الاخر دي الصدمه الحلوه اللي قفلت الدنيا دي. دي بقى اللي قفلت، دي اللي قفلت بجد. الكلام ده مش هينفع قدام الناس، نروح ونتكلم براحتنا. حبيبتي خلصت يا بابي؟ خلصت خلصت. مش هيمشي معانا؟ لا مش هيمشي معانا. لا يا حبيبتي هيمشي معاكوا والله، ما تخافيش يا مام. تعالي كده ما تخافيش. مالله عليك يا لوحي. يلا يلا خليني ارجع اشوف ولادي. يلا يلا اقسم بربي ما هتطلع من هنا غير لما تطلقني. ممكن شايف ده كله هدشدشه. طب نروح نتكلم. نروح نتكلم احمد. نروح نتكلم احمد. نروح نتكلم احمد. طب اهدي خالص كده. طب خلص. طب اهدي خالص. طب خلص. اهدي خالص كده ونروح نتكلم. طب خلص. حلو العياط ده. يلا يلا بينا. طيب نروح. لا 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 طب يلا بينا نروح. خد بنتك روح لبنتك. مالكيش دواء بيها. مالكيش دواء. لا يا حبيبتي اطلعي بره. اطلعي بره مالكيش دواء بيها. طب عشان البنت الصغيره ده. مالكيش دواء بيها. تعالي حبيبتي خديه. امنيه. تعالي يا بابا خدي بابا معاكي. امنيه. لو سمحتي احمد سيبني في حياتي دلوقتي. مفيش اي حاجه هنا اصلا تتكلم. لو سمحتي تعالي. خلص. تعالي لو سمحتي بس اقول لك على حاجه. خلص. ده انا بتحايل عليك قدام كل الناس. ده انت المفروض تبقي حاسه بيا احنا ستات زي بعض. تعالي بعد اذنك دقيقه. اقعدي ثانيه واحده. تعالي دقيقه بعد اذنك. والله ثانيه واحده. والله هوريكي حاجه وخلاص. هي عايزاكي. طيب هي عايزاكي. خليها تسكت. امنيه مش قادره اقف. تعالي. ما تعرفيش وانت اسكت. ماشي. طب اقعدي. ماشي هتطلعني دلوقتي. طيب اقعدي هتطلعني. طب ماشي مش هتطلعي كنت واقفه. ورحمه ابوك هتطلعني. طب ماشي ممكن تقعدي واعملي كل اللي انت عايزاه. اقعدي واعملي كل اللي انت عايزاه. تعالي تعالي. طب اقعدي عشان ما ينفعش كده الناس بتتفرج علينا. امنيه انا مش قادره امشي لحد عندك. هي دي اخره ال10 سنين؟ طب يا امنيه بعد اذنك. اقعدي. بعد اذنك تعالي دقيقه واحده. ثانيه واحده بس. مش قبل بعد. انت عارفه انا معاك انت. ده بقى ايه؟ انا معاك انت. امنيه. مع عيالنا. أمنية يا أحمد مع مين يا باشا؟ ممكن ممكن أتكلم معاها دقيقة واحدة؟ ممكن اتفضل. ثانية واحدة. أنا على فكرة هي صدعتني. ماشي. طب ماشي اقعد عشان تخلص. طب اقعدي. طيب عشان خاطرها. طيب اقعدي. طيب خلص. طب اقعد عشان خاطرها. الناس أصلا تعبت يا جماعة. خلصوا خلاص. طب ماشي ما هو أنت متعبة الناس. طب ممكن تقعدي دقيقة واحدة وماشيين. اه دي هم خلصوا أصلا. طب خلاص ماشي شوفي عايزة إيه. طيب عشان نمشي. لا مش عشان عشان ننهي الموضوع ده. هي عرفت خلاص إن أنت كنت متجوزة. طب عشان ننهي الموضوع ده خلاص. عرفنا خلاص. عشان ننهي الموضوع ده خلاص. حلوة الصدمة دي. هي بقى اللي كانت بعتها لك للبرنامج بقى عشان تعرفوا الناس كلها إن أنت كنت متجوزين. انا كنت لا 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 ما تعمل لا ما تقنعنيش ان دي صدفه. انتوا كده بقى عايزين تعرفني يعني انت مش عايز تقوله لي هناك في وسط اهلي وفي وسط اهلك. فانت جاي هنا تعرفني ان انت متجوز ومخلف. يا ستي تعالي بس تعالي والله انا تعبانه مش قادره اتكلم. تعالي تعالي حقك عليا. بقول لك ايه تعالي دقيقه واحده. طب بقول لك ايه. طب والله عايزاكي في حاجه.
لا سيبك منه انا عايزاكي بس في حاجه دي. لا ده انا زقها. انا عايز اقول لك حاجه في ودانك. انا زقك وادقها. انا عايز اقول لك كلمه بعد اذنك. انا زقك وادقها. طب ماشي عادي. ايه طيب طب ماشي عادي. لا مش عشان نخلص الموضوع ده عشان عشان نخلص ده هقول لك كلمه. انا هقول لك بعد اذنك لو سمحتي. تعالي دقيقه. انا عايز اقول لك حاجه في ودنك والله ما عايز اسمع. انا مش واقفه عشانك. انا مش هطلع من هنا من المكان ده لان عرفت في حقيقته غير لما يتطلق. خلاص حاضر خلاص. تعالي دقيقه هقول لك حاجه ثانيه يمكن تغير معاكي الموقف. طب اقعدي. طب اقعدي. هنفهمك الموضوع جه ازاي. هنفهمك طيب عشان تعرفي ان انا مسموح. لو سمحت لو سمحت انا خلاص والله لازم تعبت. انا هقول لك كلمه واحده بس وخلاص. طب ماشي. تعالي دقيقه واحده بعد اذنك. طب روحي. والله العظيم اخر حاجه. ما تلمسنيش. طيب لو اتكلمت في حاجه ثانيه يبقى ليك الحق. ما تلمسنيش. طيب طب تعالي بعد اذنك. وانت صدعتيني اسكتي خالص بقى. روحي اقعدي واقعدي عيطي كده عشان هتعملي ايه. دقيقه واحده. تعالي دقيقه واحده بس. لا هقول لك على حاجه. لا هقول لك على حاجه. طب يلا بينا. طيب لا 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 مش هطلع انا. طب خلاص ممكن تقعدي. تليفوني كده انا هتصل باحمد يخش لك. ماشي ممكن تقعدي. طيب تعالي بس عايزك. طب ماشي. طب اقعدي. طب اقعدي عشان انا متخلفه. بس 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 هقول لك على حاجه مهمه عشان ما اكسلكيش. هتندمي ندم عمرك ما عرفتيهاش. والله هتندمي. هندم ايه في ايه تاني. عارفه هتندمي ليه. اه يا حبيبتي. طب ما انا مش عايزه احمد يسمع. تعالي بعد اذنك الحته دي. ليه احنا مش عايزه اسمع. مش عايزه يسمع. ما اعرفش هي عايزه ايه تاني. ما خلاص ما باظت الدنيا. بقول لك ايه قولي. عايزاك بس تبصي له في عينه كده وتسأل انا بقول لك عليه ده اهوت وانا بقوله لك تبص في عينه. امنيه حقك عليا. انا كنت عامله فيكي مقلب في برنامج مراتي في ورطه الجزء الثاني. لا تراجع على استسلام. اوعي تمد ايدك. اوعي تمد ايدك. اقسم بالله مقلب الراجل ده بيموت فيكي. وانا ولا شاهين دي بنتي ولا انا اسمي مريم ولا اي حاجه. كل ده متسجل. كل ده متسجل عشان احنا عارفين ان انت ست غيوره. ده بجد كل ده متسجل. والله يا حبيبه قلبي لوي. تعالي تعالي تعالي. لا بلا بنت.